تبرعاتهم للمؤسسات دي. انا عايز اقول نقطه بس مهمه بقى، اسمحي لي لو اسمحي لي اقولها، ان التبرعات اللي بتروح لمعهد القلب ممنوع اخذ عليها لا مرتبات ولا مكافئات لعاملين او دكاتره ولا تكييف ولا مباني ولا اي حاجه خالص. التبرعات لمعهد القلب موجهه لعلاج مباشر للمريض، ودي تنبيهات جاذبه جاذب محاسبات وبتراقب ماليا. لو جنيه اتصرف على تكييفات او مكافئات او حاجه كده، ده كده غلط. ليه بقى انخفضت التبرعات؟ بصي انا هقول لك حاجه، احنا طبعا وضعنا زي ما الدكتور عادل بيتكلم، احنا كمان عشان مؤسسه اهليه خاضعين لرقابه لثيقه من وزاره التضامن الاجتماعي غير المحاسبين والمراجعين بتوعنا. انا الانخفاض ليا له ثلاث تفسيرات. انت كنت بتاخدي من مؤسسات خيريه، كنت بتاخدي من مجتمع رجال الاعمال، وكنت بتاخدي من المواطن المصري. الناس كلها اولوياتها اختلفت، قلصت اولوياتها وركزت على حاجات لان الميزانيات قلت. مجتمع الاعمال طبعا زي ما انت بتقولي في ناس وضعها بقى سيء نتيجه للاتهامات وحاجات كده، وهم كانوا بيتبرعوا، وفي الجزء الثاني متخوف وبالتالي هو في حاله حذر هيحط الفلوس فين وايه اولوياتها. انا ثقتي اللي فاضله هي في المواطن المصري اللي دعمنا السنه اللي فاتت، فاكره بعد الاعلان اللي انت نفسك ساعدتينا فيه بتاع رمضان. المواطن المصري حاسس ان مساله الصحه ما فيهاش تاجيل، تقدري تاجلي اي حاجه ثانيه، لكن مريض معرض للموت هتأجليها ازاي؟ يعني حتى انا رأيي طبعا تعليم مهم جدا، يعني يمشي بالتوازي مع الصحة، لكن اذا فقدتي مفيش اغلى من حياة البني ادم. صحيح. فهي الثلاث حاجات كان في مناخ برضو من عدم الثقة في الثلاث اشهر الاولى، الناس مش عارفة الدنيا رايحة فين. خلونا نسمع رأي الناس. عصام من القاهرة، اتفضل يا استاذ عصام. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ؟ اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم. احيي كل السادة الحضور اللي موجودين مع حضرتك. اشكرك. انا ليا راي بسيط، يعني بالنسبه لموضوع التبرعات. التبرعات انا شايف ان في جزء كبير قل عن الفتره اللي فاتت، ولكن ده بيرجع لحاجه ثانيه. بعض رجال الاعمال اللي خدوا فلوس مصر كلها ومن ضمنها فلوسنا اللي هي كان المفروض تتوجه للصحه وللتعليم زي ما الاستاذه انيسه قالت، ليه ما ناخدش جزء من الفلوس بتاعه رجال الاعمال المحبوسين، مش عايزين نذكر اسماء، ناخد نخصص جزء يتحط المعهد القلب والاماكن اللي محتاجه كده، ولغايه لما تتفصل في القضايا بتاعتهم، وغالبا هيطلع عليهم فلوس، مش هيبقى يعني هم ليهم تاني في الفلوس دي. طيب اشكرك يا عصام. هو يعني هو ممكن اعاده صياغه الكلام ده بانه اذا حصلت مصالحات او مع وده كان اقتراح موجود على المائده، اذا حدثت مصالحات مع رجال الاعمال اللي موجودين في السجون من ليست ملوثه ايديهم بالدماء، وحصلت مصالحات في بعض القضايا، ان جزء كبير من الاموال يصادر لصالح المؤسسات المهمه زي هذه المؤسسات الموجوده معانا على المائده. علاء من القاهره، اتفضل يا استاذ علاء. علاء، طب علاء مش معانا. عفت، اتفضلي يا عفت. يا استاذ عفت. عفت استاذ عفت. اي يا فندم. اتفضل يا فندم. تحياتي للحضور كلهم اللي عند حضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك. انا بس ليا ملاحظتين. الملاحظه الاولى، يعني احنا كعرب وكمسلمين يعني في الخليج، لو الدعايه بالنسبه للجمعيات ديت برضه الناس بتبقى هناك مش لاقيه، يعني في يعني بعض الدول، وانا عشت بره مده كبيره. اي فندم. يعني في ناس بتبعت لي فلوس عشان ازكي ليهم هنا في مصر حاليا. فبرضه لو الدعايه بره هتلاقي اماكن كثيره جدا في دول الكويت، الامارات وغيرها. لو الدعايه كويسه الناس هتتبرع بمبالغ، وللمصريين في الخارج ايضا، يعني المصريين العاملين في الخارج. معايا حضرتك؟ مظبوط يا فندم. يعني حتى بالنسبه لو بنيجي مثلا في العيد الاضحى، بتلاقي معظم المصريين اللي في الخارج بيكلفوا حد يذبح لهم، بيضحوا هنا. مظبوط مظبوط. معايا حضرتك؟ دي اول نقطه. النقطه الثانيه بالنسبه لجمعيه الاورمان، انتوا في بدايه البرنامج حضرتك حطيتوا رقم عشان الناس تتبرع فيه. انا اتصلت دلوقتي للاسف، وحضرتك جربي هتلاقي فاكس بيرد عليك. طيب يبقى الرقم يا سياده اللواء الساعه 11 بالليل. كل السكرتاريه بتمشي الساعه 9. طيب معلش يا استاذ عفت، بس انا بشكر الملاحظه الذكيه يعني جدا، ان الراجل اتصل وكان عايز. انا اشكره وانا اتصل، وانا ان شاء الله خلاص على اتصل بينا احنا. عندك بلاش الاورمان، بلاها الاورمان في معهد القلب، وفي الدكتور مجدي يعقوب، وفي الاورمان برضه، وفي الاورمان والاورمان هتدينا. استاذه رندا، اتفضلي يا استاذه رندا. رندا، الو. ايوه يا رندا، اهلا بيكي. مساء الخير. مساء النور.
انا كنت عايزه اتكلم بس استاذه انيسه. ايوه اتفضلي يا فندم. الحقيقه انا عندي حاله بقالها سنتين، يعني مريض بالقلب، وهو كان عمل مريء صناعي بعد حرب 73، والحقيقه يعني بيتعالج تبع المستشفى العسكري، وهو عنده مريء صناعي وانسداد في الشريان التاجي الايسر، وبعت من سنه كل اوراقه واشعاعاته للمركز في اسوان، بس الحقيقه لغايه دلوقتي محدش رد عليه. و طيب يعني هو قالوا له لازم تعمل العمليه لانها عمليه خطيره يعني. طب حضرتك لو تسمحي لي، لو تسمحي لي انا هدي حياتك رقم التليفون اللي حضرتك تقدري تتصلي بيا فيه، واخد من حياتك التفاصيل وارد على حضرتك فورا. مظبوط مظبوط. اشكرك يا رندا. لو ممكن 00 1000 24 16. كلمات أخيرة بقى، ماذا نطلب من المجتمع المدني؟ إحنا على فكرة مش هتكون دي جلسة أخيرة، إحنا هنتابع هذه الجمعيات، هنتابع التبرعات، إحنا مقبلين على رمضان، لا نريد أن تكون الثورة قد أخرت أو عطلت هذه التبرعات. نفهم أن الوضع الاقتصادي ممكن يكون متردي متدهور، أولوياتنا مختلفة زي ما قالت الأستاذة أنيسة، لكن لدينا أولوية أهم وهي الناس التعبانة، الناس اللي محتاجة لنا. دكتور عادل، محتاجين جدا. عندنا طريقه تبرع في معهد القلب، ايذر يتبرع حاجه عينيه، يعني ممكن الناس تجيب اجهزه، بتشتري اجهزه، بتجيب مستلزمات، بتورد الحاجات دي للمعهد وتستخدم، او بيحط تبرع في حسابات المعهد بالجنيه المصري او بالعمله الحره. عندنا كل الحسابات لكل العملات موجوده في بنك مصر فرع امبابة، حساب معهد القلب القومي، ونتمنى ان هم يساعدونا، لان احنا فعلا زي ما دكتور انيس قالت، حق العيان علينا ان احنا نعالجه، ما ينفعش يستنى المرض، ونعالجه صح واحسن طريقه. ده كلام صحيح. سياده اللواء، بقول ان اليتيم اللي بنساعده دلوقتي، خلي بالك هو اليتيم دوت اللي بعد 20 سنه هيبقى رجل صالح في المجتمع، هيقول قولته المشهوره: المجتمع الذي لم ينساني أنا لن أنساه. وهنا يجي معنى الانتماء الحقيقي للوطن. خلي بالك كل من يساعد يتيم بمشروع تنموي، أنت بتبني رجل مصر القادم، شباب مصر القادم، لأن احنا عندنا والحقيقة أكثر من مليون ونص ل 2 مليون يتيم، ترعاهم امرأة معيلة. امرأة معيلة لا تملك من حطام الدنيا شيء. دول هينظروا إلينا إن شاء الله طول العمر، وبنبني ليهم مستقبل مصر. شغلوا بس التليفونات بتاعتكم. دكتور طارق، نشجع الناس ازاي على التبرع بالدم؟ احنا طبعا بندعو المتبرعين انهم يساعدوا المرضى، لان المريض ده انسان ضعيف. عايزين الثقة، عايزين طبعا تعود الثقه، لان يعني لازم يكون في مصداقيه، ولازم يكون في ثقه من المتبرعين في ان الدم ده بيروح لمرضى كثيرين. احنا عندنا 30,000 مريض ثلاسيميا في مصر، عندنا 10,000 مريض عنده هيموفيليا، فاحنا عندنا مرضى كثيرين حياتهم معتمده على نقل الدم، ومن احياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فإحنا عايزين المتبرعين يرجعوا تاني يتبرعوا علشان المرضى اللي محتاجينهم. أستاذ أنيس، أنا هقول الكلمة اللي أنت قلتيها، مسألة الثقة. الناس بتدي لما تحس أنها واثقة في الغرض، وإحنا فخورين أن إحنا غرضنا واضح وما فيهوش شكوك. فأنا زي ما الدكتور مجدي كان يقول دايما، ده مش مشروع مجدي يعقوب، ده مشروع المصريين، هم اللي سندوه من ساعة ما ابتدى، وهم اللي نتمنى أنهم يستمروا يسندونا عشان نخدم الناس اللي بتتلقى هذا العلاج. إحنا حساباتنا موجودة في جميع البنوك، حسابات مجرد مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب، في سي أي بي، وفي البنك التجاري الدولي، وبنك مصر، والقاهره، والان اس جي بي، والعربي الافريقي، والاهلي، والمصرف المتحد. احنا معتمدين على دعم المواطن المصري، واعتمدنا على كده خلال السنتين اللي فاتوا، وهنستمر معتمدين على دعم المواطن المصري. احنا قدمنا لكم اربع مؤسسات احنا بنثق فيهم شخصيا، وبنقول لكم ان احنا مش عمرنا ما هنقدم لكم مؤسسات عليها شكوك، عليها مشاكل رقابيه، عليها مشاكل اختلاسات او ما الى ذلك. هذه مؤسسات خيريه او حكوميه او أهلية أو حتى تبرع بالدم، كلها بتقوم على يعني على تبرعات الناس.
أثق في المواطن المصري، أثق في رجل أعمال المصري، في القادرين المصريين الذين لن يخذلوا كل من يحتاج إليهم، سواء امرأة معيلة، يتيم، مريض بالقلب، طفل مريض، إنسان يحتاج إلى نقل دم. نحن مقبلون على شهر رمضان، أتمنى أن نضع أيدينا في مع بعض، ولتكن حالتنا يعني التبرع بعد الثورة، أرجوكم خلوه أكتر من قبل الثورة. نحن نعيش عصر حرية، وبالتالي محتاجين ندعم بعض بشكل أكبر، خصوصا أن الوضع الاقتصادي متردي. هنا يظهر المواطن المصري، هنا يظهر القادر المصري، هنا بنظهر كلنا متكاتفين إزاي نقدر ندعم هذا الاقتصاد حتى ولو بشكل غير رسمي. بشكركم. نخرج فاصل ونستقبل الدكتور البنا. دكتور البنا بعد ما كان تايه شوية، كان في مشاكل في الطرق، ولكن نستقبله، وزير الآثار اللي قعد 24 ساعة فقط وزيرا محتملا للآثار. نشوف ما هي هذه القصة بعد.